بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة الصف الحادي عشر، أهلا ومرحبا بكم في موضوع درسنا لهذا اليوم، وهو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الجزء الثاني. فهيا بنا. أعزائي الطلبة، سنستذكر الآن مفردات الجزء الأول من درس سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهنا أطرح عليكم الأسئلة التالية: أولاً، على يد من أسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؟ هيا أحبتي، أحسنتم، إذن أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. السؤال الثاني: بين فضل ومكانة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أسمعوني الإجابات، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً. إذن أنه أول من رمى بسهم في الإسلام، ثانيا أنه الوحيد الذي افتداه الرسول صلى الله عليه وسلم بوالديه، وأما ثالثا فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب أن يحقق الأهداف التالية: أولا، أن يشرح دور سعد رضي الله عنه في الجهاد في سبيل الله، وأما ثانيا أن يستنتج حبه للتصدق والإنفاق في سبيل الله تعالى، وأما ثالثا أن يذكر وفاة سعد رضي الله عنه. الهدف الأول من أهداف درسنا لهذا اليوم وهو جهاد سعد رضي الله عنه في سبيل الله. أحبائي، لقد عمل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في برج السهام وصناعة الأقواس، وهذا أهله لتعلم فنون الرماية وإجادتها، فلم يكن أحد من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل مهارة سعد بن أبي وقاص في الرمي بالسهام، ولا في مثل منزلته من الفضل الذي أحرزه كرام في سبيل الله. أعزائي الطلبة، تعالوا معي لنتأمل هذه العبارة، ثم نجيب عن السؤال الذي بعدها حتى نصل إلى دور سعد رضي الله عنه في الجهاد في سبيل الله. عبارة: ارمي سعد فداك أبي وأمي. السؤال: من قائل هذه العبارة وفي من قيلت؟ هيا أحبتي، أسمعوني إجاباتكم. أحسنتم، قائلها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيلت بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم أحد عندما استبسل في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى استحق وعن جدارة أن يفديه الرسول عليه السلام بوالديه، والرسول عليه السلام لم يفدي أحدا من قبل بوالديه سوى سعد رضي الله عنه كما تعرفنا سابقا. إذا أحبتي، لقد شهد سعد رضي الله عنه يوم بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستبسل في الدفاع عنه يوم أحد، كذلك كان له دور بارز في رمي المشركين بالسهام يوم الخندق، وشهد الحديبية وخيبر وفتح مكة، كذلك اختاره عمر رضي الله عنه لقيادة جيش المسلمين في القادسية، فقد تمكن بقدرته القيادية وثقته بربه من تحقيق النصر. وللعلم أحبتي، فمعركة القادسية هي أحد معارك الفتح الإسلامي لفارس، وقعت في 13 من شعبان لسنة 15 هجرية بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والإمبراطورية الفارسية بقيادة رستم، وانتهت هذه المعركة بانتصار المسلمين ومقتل رستم. وعن أسباب المعركة، فقد كان لابد من لقاء عسكري حاسم ينهي الوجود السياسي والعسكري للفرس في العراق، ويمكن الدعوة الإسلامية أن تشق طريقها إلى الناس، فكانت معركة القادسية ذلك اللقاء العسكري الحاسم. أعزائي الطلبة، تعالوا بنا إلى هذا النشاط، اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. بعث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قائد جيش المسلمين في معركة القادسية قائلا له: لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحبه، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته، والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة،
فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا عليه، فالزمه فإنه الأمر. والآن بعد قراءتك للفقرة السابقة استنتج ما يلي: صلة القرابة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي يا أحبابي اسمعوني إجاباتكم. نعم، هو خال الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لقرابته لأمه. الأمر الثاني: وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته، وعلى ما يدل ذلك. جزيتم خيرا. طاعة الله تعالى وتقواه هي السلاح الأول في النصر، وفيه أيضا حرص عمر رضي الله عنه على مخافة الله تعالى. الأمر الأخير: أسس اختيار قادة الجيوش لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، التقوى وطاعة الله، وأيضا الكفاءة العسكرية. أحبائي الطلبة، وحتى نثري مادتنا العلمية، تعالوا بنا لنتأمل إصرار سعد رضي الله عنه على الجهاد في سبيل الله تعالى برغم كل الظروف. فقبيل معركة القادسية أصيب قائد جيش المسلمين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بداء عضال أعاقه عن المشي والركوب، فما كان منه إلا أن صعد إلى شرفة الدار التي اتخذها مركزا للقيادة، ومنها كان يصدر الأوامر ويدير المعركة إدارة فاعلة، ويحث قادته على مهاجمة جيش الفرس ومطاردة فلولهم، وخاصة بعد مقتل قائدهم الكبير رستم. وللعلم أحبتي، فقد استخدم الفرس في هذه المعركة سلاح الفيلة، وهو سلاح فتاك يخيف الإنسان ويفزع الخيول والإبل، لأنها لم تتعود على رؤيته في المعركة. وحتى نتأكد بأننا قد حققنا هدفنا، أطرح عليكم السؤال التالي: لخص جهاد سعد رضي الله عنه في سبيل الله. هيا أحبتي بارك الله فيكم. أحسنتم. إذن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين استبسلوا في الدفاع عنه. ثانيا، كان له دور بارز في رمي السهام يوم الخندق، وشهد الحديبية وخيبر وفتح مكة. كذلك اختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقيادة جيش القادسية لقدرته العسكرية. أحسنتم بارك الله فيكم. الهدف الثاني من أهداف درسنا لهذا اليوم هو حبه للتصدق والإنفاق في سبيل الله. وهنا أحبتي أطرح عليكم السؤال التالي: هل كان سعد رضي الله عنه يحب التصدق بماله في سبيل الله؟ هيا أحبتي بارك الله فيكم، أسمعوني إجاباتكم. بوركتم أحبتي. إذن لقد كان محبا للتصدق والإنفاق في سبيل الله تعالى، ولقد كان سعد من أثرياء المسلمين، وفي حجة الوداع أصابهم مرض شديد، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده ويطمئن عليه، فسأله سعد قائلا: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. فقال سعد: بنصفه. فقال الرسول عليه السلام: لا. فقال سعد: فبثلثه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، والثلث كثير. والآن أحبتي، من خلال الحوار الذي دار بين سعد رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، علل ما يلي: أولا، رغبة سعد رضي الله عنه في التصدق بثلثي ماله. هيا أحبتي بارك الله فيكم. أحسنتم. بسبب حبه للإنفاق في سبيل الله تقربا إلى الله تعالى. الأمر الثاني، موافقة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق فقط بالثلث. نعم، وذلك حتى لا يترك أولاده فقراء بعده، وتلبية لرغبة سعد رضي الله عنه في الإنفاق في سبيل الله. والآن أحبتي، حتى نتأكد بأننا قد حققنا هدفنا، أطرح عليكم السؤال التالي: ما الدليل على حب سعد رضي الله عنه للتصدق في سبيل الله تعالى؟ هيا أحبابي بارك الله فيكم.
بوركتم. إذن رغبته رضي الله عنه في التصدق بثلثي ماله طاعة لله تعالى. وصلنا إلى الهدف الثالث من أهداف درسنا لهذا اليوم، وهو وفاة سعد رضي الله عنه. وهنا أطرح عليكم السؤال التالي: ماذا فعل سعد رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة؟ هيا أحبتي اسمعوني الإجابات. أحسنتم أحبتي، إذن كان سعد رضي الله عنه آخر من توفي من المهاجرين، وعندما حضرته الوفاة دعا بثوب خلق جبة صوف، فقال: كفنوني فيها، فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر، وإنما خبأتها لهذا اليوم. والثوب الخلق هو الثوب الممزق البالي. ولقد كانت وفاته رضي الله عنه في العام 55 من الهجرة، ودفن في البقيع بالمدينة المنورة رضي الله عنه وأرضاه. أعزائي، حتى أتأكد من وصول المعلومة لكم، أطرح عليكم هذا السؤال: متى كانت وفاة سعد رضي الله عنه، وأين دفن؟ هيا أحبتي شاركوني الإجابات. أحسنتم، إذن لقد كانت وفاته في العام 55 من الهجرة، ودفن في البقيع بالمدينة المنورة رضي الله عنه وأرضاه. والآن أحبتي، من خلال سيرة الصحابي الجليل سعد رضي الله عنه، كيف تقتدي به في المواقف التالية؟ أولا، استبساله في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد. هيا أحبابي بارك الله فيكم. أحسنتم، من خلال نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. الموقف الثاني، كيف تقتدي بسعد رضي الله عنه في حبه للتصدق والإنفاق في سبيل الله. بارك الله فيكم، من خلال الحرص على إنفاق المال في سبيل الله تعالى. أبنائي الطلبة، وصلنا إلى الخلاصة والتوجيهات. لقد كان لسعد رضي الله عنه دور عظيم في الجهاد بسبب مهاراته العسكرية في المعارك. أيضا كان محبا للتصدق والإنفاق في سبيل الله تعالى. وأيضا كان سعد رضي الله عنه آخر من مات من المهاجرين في العام 55 من الهجرة، ودفن في البقيع. فلتحرص بني على الاقتداء بشخصية سعد رضي الله عنه في شجاعته وحبه للإنفاق في سبيل الله. أعزائي الطلبة، وصلنا إلى الغلق الختامي، وهنا أطرح عليكم السؤال التالي: لخص جهاد سعد رضي الله عنه في سبيل الله تعالى. هيا أحبابي أسمعوني الإجابات. نعم، شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستبسل في الدفاع عنه يوم أحد. كذلك كان له دور بارز في رمي السهام يوم الخندق، وشهد الحديبية وخيبر وفتح مكة. كذلك اختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقيادة جيش القادسية لقدرته العسكرية. وصلنا إلى السؤال الثاني من أسئلة الغلق الختامي: علل اختيار عمر رضي الله عنه لسعد في قيادة معركة القادسية. هيا أبنائي بارك الله فيكم. أحسنتم، بسبب كفاءته العسكرية في المعارك، وشجاعته وثقته بربه في تحقيق النصر. تعالوا بنا الآن إلى سؤال آخر من أسئلة الغلق الختامي: هات مثالا لحب سعد رضي الله عنه في الإنفاق في سبيل الله. أحسنتم، عندما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بثلثي ماله. وأخيرا، متى كانت وفاة سعد رضي الله عنه، وأين دفن؟ بارك الله فيكم، كانت وفاته في العام 55 من الهجرة، ودفن في البقيع بالمدينة المنورة رضي الله عنه وأرضاه. أعزائي الطلبة، هكذا بحمد الله تعالى أنهينا درس الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. شكرا لكم لحسن استماعكم، مع أمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.